هذه الزوجة تقتل زوجها بمعاونة عشيقها وترمي جثته في مياه الصرف الصحي. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. سؤالنا اليوم: ما هو أول اسم لإبليس قبل أن يرفع إلى السماء؟ العابد، الكافر، الأمين؟ جاوب في التعليقات والإجابة آخر الفيديو. مرحبا بكم من جديد. أثارت جريمة إقدام سيدة عراقية على قتل زوجها بالشراكة مع عشيقها ورميه في مياه الصرف الصحي موجة غضب واسعة في الشارع العراقي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب بيان الداخلية العراقية والتي كشفت تفاصيل الواقعة البشعة، حيث تم تشكيل فريق عمل من مكتب بغداد الجديدة لمكافحة الإجرام، ومن خلال متابعة كاميرات المراقبة تبين قيام المتهم ميم غين بأخذ الضحية إلى مكان مجهول وإخفائه. وبعد تشكيل فريق العمل خلال 24 ساعة من إحالة الدعوى إلى مديرية مكافحة إجرام بغداد، تم إلقاء القبض على الجاني الذي اعترف بوجود علاقة واتفاق مع زوجة المجني عليها. كشف البيان أن الجاني قام باستدراج الضحية إلى محطة المجاري الرئيسية وقتله طعنا بالسكين عدة طعنات قبل رميه فيها، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى دائرة الطب العدلي، وكذلك إلقاء القبض على زوجة الضحية التي اعترفت بوجود علاقة غرامية مع المتهم واتفاقهما على تنفيذ جريمتهما النكراء. طالب عراقيون بمحاسبة الزوجة وعشيقها نتيجة هذا الجرم العنيف الذي ارتكباه، وتطبيق أقصى العقوبات على فعلهما الشنيع. وكتبت سيدة عراقية تغريدة: حاسبوهم بأغلظ العقوبات حتى يكون عبرة لغيرهم. يشار إلى أن هذه الجريمة البشعة ليست الأولى في بغداد، فجرائم قتل الزوجات لأزواجهن بالاتفاق مع عشاقهن أخذت تتزايد بصورة ملفتة في السنوات الأخيرة سواء في العراق أو في غيرها من الدول العربية. أما عن إجابة سؤال اليوم: ما هو أول اسم لإبليس قبل أن يرفع إلى السماء؟ هو العابد. لا تنسوا مشاهدين الكرام مشاركة آرائكم معنا في التعليقات حول هذا الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.